لكن خلينا ننتقل لموضوع آخر، وهو البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط اللي حقيقي بتواصل التألق والانتصارات. وصلنا لحد امبارح كام بقى ميدالية؟ 34 ميدالية، بنتكلم عن 7 ذهب، 11 فضة، 17 برونز، فحاجة بجد محترمة جدا. ده اليوم الثامن على فكرة، ده اليوم الثامن، فاحنا بنتكلم في 34 ميدالية في اليوم الثامن، يعني بجد حاجة محترمة. فسانتا حميدة بالمناسبة بطلتنا اللي حققت ذهبية ال 100 متر برضو، يعني دي أول مرة من سنتين بتنافس بقوة في ألعاب القوة في الجري تحديدا، فاحنا بجد لازم نكون فخورين جدا. وفسانتا عندها النهاردة كمان المنافسة في 200 متر بإذن الله يكون برضو الذهب من نصيبنا. أنا يعني من الناس اللي سعيدة جدا جدا بالبعثة المصرية هناك وبأبطالنا هناك. بنتكلم تاني عن 177 لاعب ولاعبة محققين لحد دلوقتي في اليوم الثامن 34 ميدالية في 19 رياضة مختلفة. ده بجد برافو.